بلغت الصادرات المغربية إلى الخارج في سنة 2020 من مختلف البضائع إلى أزيد من 28 مليار دولار أمريكية، وكانت إسبانيا هي البلد الأجنبي الأكثر استيرادا من المغرب على المستوى الدولي بقيمة واردة مغربية تجاوزت 6 ملايير ونصف مليار دولار وفق إحصائيات موقع عالمي. وحسب ذات المصادر فإن على المستوى العربي فإن الجارة الجنوبية موريتانيا وهي أكثر البلدان العربية استيرادا من المغرب بقيمة 184 مليون دولار، تليها الجزائر في المرتبة الثانية بواردات مغربية بلغت قيمتها إلى 134 مليون دولار بالرغم من التوترات الدبلوماسية والسياسية القائمة بين البلدين. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عربيا كأكثر المستوردين من المغرب بقيمة تصل إلى حوالي 98 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بقيمة 92 مليون دولار، ومصر خامسا بقيمة 90 مليون دولار. وبخصوص الصادرات المغربية نحو الجزائر في سنة 2020 فإن الحديد والفولاذ تربع على عرش الصادرات المغربية نحو هذا البلد الجار بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، تليها الأسمدة بقيمة 18 مليون دولار، ثم المنسوجات بقيمة 16 مليون دولار، فيما تتوزع باقي الصادرات الأخرى على مستحضرات غذائية والمنتوجات الفلاحية وغيرها. نشكركم على حسن المتابعة.